السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي شويه ما بنزلش فيديوهات، بس والله غصب عني علشان النت كان مش شغال عندي، فعشان كده ما كنتش عارفه انزل فيديوهات. النهارده ان شاء الله راجعه لكم بوصفه جميله جدا جدا، كيكه تحفه تحفه بجد بجد. يعني مش عايزه اقول لكم الكيكه دي جميله قد ايه، وعجبت كل اللي دقها وقالوا لي اعمليها لنا تاني. والله بجد تحفه. مقاديري هنا زي ما انتم شايفينها كده، انا هقول لكم المقادير بالجرام، وانتوا طبعا وهكتب لكم بالكوبايه في صندوق الوصف، بس يستحسن انها تبقى بالجرام علشان تطلع معاكي مظبوطه. هنعمل النهارده الكيكه اليابانيه، كيكه تحفه، يعني ما تفهمليش هي كيكه ولا تشيز كيك ولا ايه بالظبط. معايا بقى طلب بيضات زي ما انتوا شايفين كده، معايا بفصل البياض عن الصفار، وتأكدي كويس ان البياض بتاعك مش فيه صفار، علشان لو فيه صفار مش هيمسك معاكي لما تضربيه بالمضرب، ولا هيربط خالص، هيبقى سائل معاكي والكيكه مش هتنجح معاكي. معايا هنا 75 ملي من الحليب، ومعايا 30 جرام من الزبده، و30 جرام من السكر، و30 جرام من الدقيق والنشا، يعني 15 جرام نشا و15 جرام دقيق، يعادل ربع كوبايه. وبرده هكتب لكم المقادير بالكوبايه في صندوق الوصف زي ما قلت لكم. ومعايا 110 جرام من الجبنه الكريمي، انا مستخدمه هنا جبنه كريمي دومتي، طبعا يعني استخدمي اي نوع جبنه كريمي عندك، كيري، اي حاجه عندك، بس طبعا ما تكونش جبنه حادقه علشان مش هتنفع في الوصفه. ومعايا طبعا الزبده بتاعتنا لازم تكون سايله بدرجه حراره المطبخ، يعني مش سايله، لا مش سايله، تكون يعني طريه كده معانا زي ما انتم شايفينها معايا كده، هي طريه. انا مطلعه كل الحاجات دي قبل ما ابتدي اشتغل او اصور الفيديو علشان تبقى بحراره المطبخ، وتبقى يعني مش ساقعه ولا سخنه، لا تبقى مظبوطه كده علشان تطلع معايا كيكه ناجحه بجد. ان شاء الله هتجربوا الطريقه وهتجربوا الكيكه وهتعشقوها. انسوا بقى اي كيكه انتوا كلتوها قبل كده، الكيكه اللي هي العاديه بتاعت الشاي والكيكات التانيه دي، لا دي كيكه بجد روعه وبسيطه وسهله. هنزل بقى الجبنه كده معايا في بوله او في طبق اي حاجه، بس الحاجه دي تكون ازاز علشان انا هعمل لها بخار، اعمل لها حمام بخار علشان اسيح كل المكونات اللي معايا. هحط الجبنه وعليها الزبده، وهنزل عليهم بالصفار، بس طبعا الصفار مش دلوقتي، هروح بقى احط الطبق بتاعي ده زي ما قلت لكم على حمام بخار، وابتدي ان انا اسيحه ويبقى سايل كده معايا وناعم جدا ما فيهوش اي كتل. لازم الكيكه تكون معاكي ناعمه جدا اهو زي ما انتم شايفين كده، خلاص الخليط بتاعي ناعم تماما، شايفين شكله بقى عامل ازاي، روعه. هنزل بقى عليه باللبن وهديله برضو تقليبة حلوة كده، ولازم نقلب اللبن برضو حلو عشان المكونات كلها يعني تتجانس كده مع بعضها، متعلقوش بقى عليا اهو، بنقلب كده زي ما انتوا شايفين. اهو كده بالشكل ده، معلش بقى لو انا يعني مطوله معاكم، بس علشان تبقوا معايا خطوه بخطوه وتشوفوا انا بعملها ازاي، عشان دي اقل غلطه فيها ممكن تبوظها. هنزل بقى بالصفار كده، بسم الله. وطبعا الصفار لازم نحط له فانيليا، لازم يكون عندنا فانيليا. انا عندي هنا بودر فاستخدمتها، لو عندك فانيليا سايله هتكون احسن علشان طبعا ما تديكيش ريحه زفاره. وما ينفعش في الوصفه بتاعتنا دي نستبدل يعني اي حاجه في الوصفه، لا يعني بالظبط اللي في الوصفه تحطيه، ما ينفعش سمنه بدل الزبده، ما ينفعش نحط صفار بيض، ما ينفعش كل ده، لا كل حاجه زي ما هي عشان تطلع معاكي زي ما قلت لكم مظبوطه. خلاص كده انا بقلب الصفار كده كويس، ولسه زي ما انا حاطه ميه سخنه، بس الميه ما تكونش طايله البوله بتاعتك او الطبق بتاعك، لا احنا عايزين بس البخار هو اللي يطلع على الطبق.
ببتدي بقى اجيب المصفى علشان هصفي يعني او هنخل الدقيق ده كويس جدا، والنشا لازم انخلهم كويس علشان ما يبقاش فيهم اي كتل او اي حاجة، ويبقوا يعني الكيكة بتاعتي كده تبقى هشة وحلوة. الخطوة دي لازم. بسم الله. وبرضو هرجع اقلب تاني، انا كل دوت لسه المية السخنة تحت الطبق بتاعي ما شلتهاش. بعد بقى ما اقلب الدقيق كويس جدا مع المكونات بتاعتي دي وما يبقاش فيه كتل زي ما قلت لكم خالص ويبقى ناعم، هشيل الحلة بتاعتي. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين هو سايل كده، بس طبعا لما نضرب البياض البيض بتاعنا او المارينج بتاعنا هتلاقي طبعا القوام مختلف تماما. ابتدي بقى اجيب كده طبق عندي او اي حاجة وهحط البياض البيض، مش هحط عليه اي حاجة. ولازم لما يعني حاجة يعني حلوة ان احنا لما نيجي نضرب بياض البيض ما يكونش السرعة بتاعت المضرب بتاعي عالية، لا اضربيه على اقل سرعة لحد ما لونه كده يفتح معاكي ويتلاقيه عمل فوم كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا. وبعد كده ابتدي انزل السكر شوية بشوية وابتدي بقى اعلي السرعة، لكن في الاول خالص ما تعليش السرعة بتاعته عشان توصلي لنتيجة حلوة. اهو شايفين كده ننزل بقى بالسكر، انا هنزل بنص السكر دلوقتي وبعد كده انزل بالنص التاني. طبعا جيت انزل السكر ما كانش راضي ينزل جامد في الطبق، فاضطريت ان انا يعني احركه كده شوية علشان ينزل معي. ان شاء الله بقى الكيكة تعجبكو، وبجد هي تعجبكو زي ما عجبتني وعجبت جوزي ومامتي وكلهم، كل اللي دقها يعني مش مصدق يعني هي ازاي اسفنجية كده ولونها ابيض كده وحلوة وطعمها كمان جميل، يعني بجد طعمها روعة. انا اول مرة اجربها بس بجد جميلة جدا، وعملتها تاني يعني انا عملت اللي انا مصورها معاكو دي وعملت تاني علشان بجد طعمها خيال. حتى شو لي بقى انت مقفوره او انت بتقولي كده عشان انت عاملاه انت اللي عاملاها؟ لا انا اللي عاملاها ويعني وبحب طبعا الحاجه اللي انا بعملها، بس برضو هي بجد تستاهل التجربه. بصوا بقى شايفين لما ضربت بياض البيض مع السكر عمل ازاي. لو انت نزلتي نقطة صفار بس في البياض بتاعك مش هيعمل معاكي كده نهائي، ومش هينفع انك تعملي بيه كيكة. واحدة واحدة بقى كده وابتدي اقلب زي ما انتوا شايفين، مش عايزين نقلب بمضرب لا بسباتشولا كده معانا، وابتدي كده ان انا اقلب من تحت لفوق من تحت لفوق كده بالشكل ده، او العكس من فوق لتحت زي ما انتوا حابين، بحيث ان انا ما اخرجش الهواء اللي انا بدخله الكيكه دلوقتي وما يبقاش فيها اي كتل زي ما انتوا شايفين كده في قطع كده، لا كل القطع دي لازم تدوب معايا. واحده واحده كده. انا طبعا غيرت الطبق اللي انا كنت مستخدماه لان الخليط بتاعي كان كبير، فطبعا علشان ما يوقعش مني ويبهدل الدنيا حطيته في حاجه اكبر. ودي اخر شويه من المارينج بتاعنا، هبتدي كده زي ما انتم شايفين احطه على الخليط. خليكم معايا للاخر وامشوا معايا واحده واحده، وما تجروش الفيديو علشان يعني تقدروا توصلوا لنتيجه افضل والكيكه تطلع معاكم مظبوطه، عشان ما حدش يجري الفيديو وحاجه تكون فاتته او انا قلت حاجه ما سمعهاش فالكيكه تبوظ منه، حرام يعني المقادير اللي انتم بتستخدموها دي. ولو انتوا اول مره بتشوفوا قناتي يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو، لايك علشان بجد الوصفه دي تستاهل. معايا بقى كيكه كده، انا كيكه معايا صينيه، انا بستخدم الصينيه اللي بتفتح زي ما انت حابه، عايزه دي عندك صينيه عاديه ما فيش مشكله، وحاطه فيها ورق زبده من تحت وورق زبده من الجناب بالشكل ده، وهبتدي اصب فيها الخليط كده زي ما انتوا شايفينه ناعم معايا جدا اهو،
وهدخل الخليط بتاعي او الكيكة بتاعتي على فرن درجة حرارة 120-130، ما تزوديش عن كده، مش درجة حرارة عالية، وهسيبها تقعد معايا ساعة. ساعة ساعة بس هتطلع لك نتيجة روعة. معايا بقى هنا انا حطاها كده في صاج وحاطه مية مغلية. لو انت خايفة على الصينية بتاعتك لفيها بفويل علشان ما يجرالهاش اي حاجة، وتأكدي ان الصينية بتاعتك تكون محكمة عشان ما يدخلهاش مية. دلوقتي بعد ما طلعت طبعا انا قعدت ساعة في الفرن اختبرتها، لقيتها تمام ما فيهاش اي حاجة. ولعت عليها الشواية من فوق، خدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى ايه افكها كده واوريكم شكلها. عاملة زي الجيلي كده، جيلي جيلي، بس بجد طعمها رهيب. شايفين الشكل؟ شايفين من الجناب لونها كده ذهبي كده جميل جدا. بصوا شايفين كأنك ماسكة جيلي، بجد تحفة تحفة تحفة. تسلم ايدك بجد يا بتشبس، جميلة والله العظيم جميلة. يعني مش عايزة احلف لكم كتير او اقول لكم جميلة عشان ايه ما بيشكرش في نفسه غير ابليس، بس بجد هي جميلة جدا والله هتعجبكم. ومن تحت بيضة خالص، يعني من تحت بقى احنا بنعمل الكيكات وكده من تحت بتبقى واخدة لون وكده، لا دي مش واخدة لون خالص، من تحت بيضة خالص. ابتدي كده اقطعها لكم واوريكم بقى قطعة كده من جوه. عشان تشوفوا الجمال. بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، خمسة عليكي. جميلة جدا بجد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما كنتش طولت عليكم ولا كنت تقيلة على قلبكم. ولو انتوا بجد اول مرة تشوفوا قناتي وتشوفوا يعني الفيديو بتاعي، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتدوسوا على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد انا بقدمه. وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة على خير. سلام عليكم.